بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قرأت في هذا اليوم يوم الأحد 15 جون 2014 الموافق 17 شعبان 1435 الصيام على المال لمدة 10 أيام. طبعا الصيام هناك نوعين من الصيام على المال، صيام لمدة طويلة وصيام لمدة قصيرة، لكن أنا قررت إن شاء الله أني أصوم على الماء لمدة 10 أيام، وحببت أن التجربة هذه تكون موثقة بالفيديو. دعوني أوضح ما هو الصيام على الماء وكيفية الصيام والهدف منه. هناك الكثير من الأبحاث والتجارب عن الصيام على الماء وكذلك الكتب يدعى بالصيام الطبي وكذلك الصيام على الماء. لماذا قررت أني أقوم بتلك التجربة؟ بعد معاناتي مع المرض القولون الوراثي familial polyposis، فقررت أنه أعالج هذا المرض عن طريق الصيام. لذا قررت أنه أبدأ هذا الصيام وأضع الفكرة هذه وكذلك الهدف من الصيام. بالنسبة لي الهدف الواضح هو تنقية الجسم من السموم ورفع مستوى الطاقة من خلال حرق الدهون المتراكمة حول الكبد وكذلك القلب. طبعا هنالك الكثير من الأمراض التي يعالجها الصيام على الماء، طبعا ما راح أذكرها الآن لأنها كثيرة، وقد أنه أسجلها لكم أو أنه أكتبها إن شاء الله على أساس الجميع يطلع عليها. حتى الكبد هذا العضو المسكين يحتاج إلى وقت طويل من أجل أن يستنفذ أو يفكك السموم المتكونة حوالين الكبد، ويستغرق ما يقارب الأشهر. فتخيلوا يا جماعة الخير أن الأشياء اللي قاعد ناكلها ودخلها في أجسامنا سواء كان من مواد حافظة سواء كان من وجبات سريعة، الجسم يحتاج فترة طويلة أو الكبد يحتاج فترة طويلة من أجل أن يفكك السموم. لذا حبيت أنه نبدأ التجربة هذه، والتجربة هذه راح تكون إن شاء الله مسجلة. وأول حاجة راح أسويها إن شاء الله راح أوزن وزني لليوم الأول. بعد ما أوزن يومي الأول ما راح أوزن وزني إلا بعد اليوم العاشر بإذن الله تعالى، لأنه الهدف ما هو نزول بالوزن، الهدف هو تنظيف الجسم. لذا راح تكون الفيديوهات مسجلة إن شاء الله يوميات يوم بيوم، وراح أرد على أي استفسار. شوف طالع من البيت متجه للنادي في اليوم الأول، بتمرن تمارين بسيطة، تمارين الكارديو من غير ما أجهد نفسي. لكن قبل أتمرن أي تمرين أول حاجة بسويها أول ما أدخل النادي راح أوزن لكم وزني اليوم الأول على أساس تشوفون التاريخ وكذلك الوزن. خلاص وصلت تقريبا للنادي، بقفل الكاميرا الان. شوفكم على خير. الان نوزن لكم وزني لليوم الاول، نروح للميزان ونشوف الوزن اليوم الاول. هذا الوزن بالتاريخ، شايفين وزن اليوم الأول اللي هو 92.2 كيلو جرام في 15/6/2014. إن شاء الله بعد 10 أيام نزل لكم. لسه طالع من النادي. اليوم تمرنت قضيت ما يقارب الساعتين بالنادي على تمارين على أجهزة الكارديو، تمارين بسيطة من غير ما أجهد نفسي. سبحت كذلك لمدة تقريبا ساعة ونص. بعدها الآن طالع متجه للبيت. راح أنزل لكم إن شاء الله الفيديوهات. موضوع إنه الواحد في الأجواء الجميلة هذه ما ودي أروح البيت، لذا قررت إني أمشي زيادة ما يقارب النص ساعة. رحت البيت الآن بدري، أتوقع إنه بحكم إنك راح تكون في المنزل قريب الثلاجة من عندك، أتوقع أن يجيك الإحساس هذا اللي يقهر،
اللي حسسك بالجوع يخليك تاكل. اذا حاول اني ابعد شوي، المشي الخفيف جدا جميل ما تحس بالتعب، فقط تحتاج انك تشرب مويه. طبعا المويه موجوده معي بالشنطه، وهذاني جالس امشي احاول اني اقضي بعض الوقت على اساس ما احس بالجوع. الى هنا اتوقع انه انتهى اليوم الاول. راح الان خلصت المشي راح للبيت. طبعا في البيت راح احاول اني اقرا شوي، شوف لي كتاب اشغل نفسي فيه على اساس اضيع الوقت. كذلك ما راح يكون الجوال عندي على اساس ما اشغل نفسي بالصور وانستغرام وات ايفر، لذا انه قد ان انزل لكم فيديو الان او اعمل لكم ملخص ان شاء الله غدا في اليوم الثاني عن اليوم الاول. نشوفكم على خير.